السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في اختبار جديد من اختبارات طلبة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن اختبار الأتربيرج ليميتس. أول حاجة اختبار الأتربيرج ليميتس اختبار مهم جدا في التربة، لأنه بيفرق لي ما بين نوعين من أنواع التربة. أول نوع اللي هو النوع الكوهيزيف سويل، النوع الثاني النون كوهيزيف سويل. كوهيزيف سويل يعني إيه؟ يعني تربة فيها بلاستيستي، تربة فيها لدونة، ماشي؟ التربة اللي فيها الدونة ديت بتبقى خطرة جدا في موضوع البناء أو الإنشاء عليها، لأن البيهيفيور بتاعها مع المية بيبقى سلوك خطر جدا، نتيجة إن بيحصل عملية انتفاش اللي هي السولينج. فأول حاجة عندي أنا نوعين من التربة، النوع الأولاني اللي هو النون كوهيسيف سويل، اللي هي التربة اللي ما فيهاش فيها تماسك، ماشي، اللي هي التربة اللي بيغلب عليها الرمل، اللي هي زي السيلتي ساند مثلا. ده نوع من أنواع التربة أهو. حتى أول ما بنعمل وأنا بعجنها بتسمع صوت لحبيبات الرمل. دي التربة نون كوهيسيف. هعرفها إزاي إن هي مفيهاش لدون مفيهاش بلاستيستي؟ إن أنا باجي أعجنها كده المفروض إن التربة دي ما تبدأ تسكل معايا لحد ما تعمل خيط السمك بتاعه 3 ملي. اهو زي ما احنا شايفين اهو التربة العينة حصل فيها ايه؟ حصل فيها كريكس، بدأت ايه؟ ولسه المفروض 3 ملي، اللي هو مثلا بيكون سمك الخيط بتاع سمك السلك بتاع الشاحن بتاع الموبايل او السماعات الهيدفون او كده. اهي بدأت تتقطع العينة معايا وبدأ يحصل فيها كريكس، اهي بدأت ايه تكسر. فديت التربة ديت ايه؟ نون بلاستيك، ما فيهاش لدونة. انا لما الاقي تربة شكل كده ممكن من الاول احاول فيها اعمل فيها اختبار البلاستيك ليميت، لو ما جابتش معايا يبقى كده ايه النتيجة بتاعت الاختبار بتبقى ان بي، اللي هي نون بلاستيك. بعد كده عندي النوع الثاني من التربة، الاختبار ده هبدأ إن أنا آخد جزء من العينة اللي مرة من منخل رقم 40 وأحطها في الطبق اللي هو الصيني ده، تشاينيز ديش، وأبدأ أخلطها بالمية. طبعا الجهاز اللي أنا بستخدمه في الاختبار ده اسمه جهاز كازا جراند، ماشي. هبدأ أخلط العينة بالمية لحد ما توصل معايا لقوام. أنا بالخبرة وبالممارسة للاختبار ده بتقدر تعرف إن القوام ده هيوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها ولا لأ. النتيجة اللي أنا عايزها إن الجهاز اللي موجود معانا ده بحط العينة هنا بثبتها بحيث إن هي تبقى السطح بتاعها اشبه بان انا حاطط ميه، فبشوف الميه لو انا حطيتها هيبقى شكلها عامل ازاي في الجهاز، ماشي، هشوف سطح الميه هيبقى معايا عامل ازاي في الجهاز، ماشي. ده سطح الميه، فالمفروض ان انا بثبت العينه بالنظام ده كده، وببدا ان انا المفروض اعمق جزء عندي في العينه هنا كده ما يزيدش عن 1 سم 10 ملي، وببدأ أعمل فيها شق في العينة كده، شق طولي، ماشي، بعرض معين، وببدأ إن الجهاز ده يتحرك يعمل تروبنج، يعمل إيه؟ ارتداد أو تصادم مع البليت اللي موجود هنا ده. نتيجة الحركة دي بتبدأ شقاي التربة أو الجزئين بتوع التربة يتحركوا عشان يقابلوا بعض. ساعة ما يقابلوا بعض ويتلامسوا بمسافة 13 مللي اللي هي سنتي و3 مللي، ببدأ إيه؟ اخد عدد، اوقف واخد عدد ضربات، واروح واخد الجزء اللي التربه تلامست فيه، اخد الجزء اللي التربه تلامست فيه واوزنه واحسب منه حاجه الوتر كونتنت، وبعد كده برسم علاقه ما بين عدد الضربات والوتر كونتنت. هبدا دلوقتي ان انا اخلط التربه واوصل بيها للقوام المطلوب العينه، ووصلت بقى للقوام اللي انا بتوقع ان هي تكون مظبوطه فيه، ماشي. المفروض ان انا بعمل 3 محاولات. المحاولة الاولى بيكون في رينج للضربات
المفروض الرينج بتاع الضربات عندي من 8 ضربات 9 ضربات لحد 13 ضربة، الرينج التاني من 18 ضربة لحد 22 ضربة، الرينج التالت من 28 ل 30 ضربة أو 31 ضربة. وبعد كده باخد محتوى المية لكل محاولة وبرسم علاقة ما بينهم، المفروض العلاقة دي بتطلع علاقة خطية، وعلى المحور الأفقي بيكون عدد الضربات على المحور الرأسي محتوى المية، وباجي من على المحور الأفقي وبقى ال 25 ضربة بطلع بخط رأسي اخد من قبل منه محتوى المية، يكون ده البلاستيك ليميت بتاعي. هبدأ اركب العينة كده ماشي في الجهاز بحيث ان انا ما اضغطش عليها ماشي، وان العينة ما يكونش فيها فراغات هوائية، واساوي السطح بتاعها يكون اشبه بسطح المية. اهم حاجة عندي الجزء اللي هو بتاع اللي في الوسط تمام. ببدأ أجيب بقى الجروفينج تول وأبدأ أعمل الشق بتاعي في العينة زي ما انتم شايفين كده ماشي، وأبدأ أشغل وأعد 3 4. دي كده 20 ضربة، 20 ضربة. هبدأ كده اروح جاي اجيب كانه، المفروض ان الوزن بتاعها معلوم ورقم الكانه معلوم. ببدا اروح جاي عامل كده الجزء اللي التربه تلمست فيه، اروح واخده واروح جاي انا خلاص سجلت الوزن ورقم الكانه، اروح مسجل الوزن، وزن دي كده العينه الكان بالويت سامبل. بعد كده هحطها تجف، هاخد وزن الكان بالدراي سامبل، هطرح الاثنين من بعض هيديني وزن الميه، هطرح وزن الكان من الدراي سامبل هيديني وزن الدراي سامبل، هقسم وزن الووتر على وزن الدراي سامبل وهضرب الناتج في 100 هيديني الووتر كونتنت. هعمل في 3 محاولات نفس الكلام. انا كده عملت محاوله جابت معايا 20 ضربه، هروح مزود الميه بحيث ان تجيب معايا محاولة تانية يكون عدد الضربات فيها من 8 ل 12 ضربة، وممكن وهزود احط شوية سويل دراي، او افضل لو ما معيش جزء لسه دراي العينة خلصت هفضل اعجن في العينة لحد ما تنشف شوية والقوام بتاعها يزيد، وهعمل محاولة تالتة بحيث ان هي تجيب لي معايا 28 ضربة، وبعد كده هرسم علاقة ما بينها. لو انا العينة صغيرة وما كفتش معايا غير انها تعمل محاولة واحدة مفيش مشكلة، اهم حاجة ان انا اظبط المحتوى المية او اظبط القوام بتاع العينة بتاعي ان هو يديني عدد ضربات يقفل معايا ما بين 20 ضربة ل 30 ضربة. وفي جدول موجود في الاي اس تي ام، اي اس تي ام 43-18 صفحة 9، في الاي اس تي ام عندي عدد الضربات نمبر اوف بلوز طالع بيديني فاكتور بضرب فيه، مثلا وليكن انا عندي الووتر كنت انا عملت العينه بتاعتي طلعت 20 ضربه والووتر كونتنت بتاعي طلع مثلا 25، هضربه في الفاكتور ده هيديني الليكويد ليميت، الليكويد ليميت المقابل ل 25 ضربه. طب طلعت معايا 25 ضربه هتلاقي الفاكتور بتاعي بواحد لان انا عايزها هي 25 ضربه، فهي هتطلع هي نفس النتيجه. طلعت مثلا 29 ضربه فهضربها في الفاكتور ده وهكذا. فانا لو عندي العينة بتاعتي صغيرة ومش هتكفي 3 ترايلز المفروض ان انا بعمل ايه، بعمل 1 بوينت، بعملها محاولة واحدة وبعد كده بظبط القرايات بتاعتي، يعني ايه بظبطها انا بقى بعد كده بحيث ان انا ارسم كيرف يطلع معايا يمر عند ال 25 ضربة يديني الليكويد ليميت اللي طلع من عملية التصحيح ديت. بعد كده هاخد جزء من العينة هاخد جزء من العينة وهجيب مثلا الكان دي مثلا وليكن، وهبدأ أضيف جزء دراي من العينة وأبدأ أخلط لحد ما أزود القوام بتاعها شوية عشان أعمل إيه، هعمل البلاستيك ليميت. البلاستيك ليميت طبيعي جدا إن هو يطلع أقل من الليكويد ليميت لان انا بجفف العينه
ولان الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت هما الاثنين عباره عن محتوى مائي، هما الاثنين محتوى ميه. فانا بعمل العينه وهفتلها زي ما قلنا في اول الفيديو لحد ما توصل لمعايا 3 مللي، وافضل افتل فيها لحد ما اجي اوصلها ل 3 مللي في مره فتعمل كراكس معايا. هاخد المحتوى الميه اللي في العينه في الوقت ده هحسبه، وبعد كده هيبقى ده البلاستيك ليميت معايا. الاثنين دول بيدوني ايه في الاخر؟ الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت بيدوني البلاستيستي اندكس، وهو حاصل طرح الاثنين. كده تقريبا يعني ايه قربت من القوام بتاع ايه البلاستيك ليميت. هبدأ باخد العينة، يا اما اشتغل على لوح زجاجي اللي بقى جاي مع الجهاز، يا اما اشتغلها على الرخام. طبعا شايفينها طالما لزقت كده في الرخام يبقى غالبا هي ايه لسه، بس خلينا ايه نوضح المقاس الستاندر بتاع الخيط اللي المفروض ان انا اوصل العينة ليه. زي ما احنا شايفين اهو ده المقاس القياسي بتاع الخيط المفروض يوصل ليه. ماشي، لو العينة وصلت للبلاستيك ليميت بتاعها يعني هي كده خلاص ده الووتر كونتنت او المية اللي موجودة فيها ازيد من البلاستيك ليميت. المفروض البلاستيك ليميت يكون محتوى مائي اقل من ده، بمعنى ان هي مش هتستحمل ان هي يحصل لها رولينج زيادة فهيحصل لها كرامبلينج، هتحصل هيعمل كراكس كده، هتبدأ العينة تتكسر أو تتقطع لحتت كده ويحصل فيها إيه شقوق إيه عرضية. ماشي، يعني أبدأ إيه أغير في القوائم بتاع العينة. طول ما هي بتشبك في إيدي كده أو فيها بتلزق كده، طول ما هي بتلزق يبقى هي لسه إيه محتاجة إن هي إيه تجف شوية، محتاج إن أنا أزود. طبعا في الـ ASTM هتلاقيه يقول لك في كذا طريقة للتجفيف، إما إنك تخلطها بجزء من العينة، او انك تفضل تعجن فيها وتقلبها، او انك تعرضها لايه لاير كومبريسور اللي هو المروحه او اي حاجه يعني ايه مصدر هواء. يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه العينه هي حصل كراك، حصل ان العينه انفصلت. ليه اللي حصل كراك؟ كراك في عرضيه كده العينه من كتر من خلالها. يبقى انا كده وصلت لحد لمحتوى الميه اللي هو بيمثل لي عندي حد اللي دون البلاستيك ليميت. البلاستيك ليميت هو محتوى الميه الفاصل ما بين ان التربه تتحول من الحاله اللبنه الى الحاله اللي هي شبه صلبه، معلش قابله، معلش قابله للتشكيل. بعمل كذا خيط شكل كده وببدا اخدهم في الكيان عندي واخد الوزن بتاعهم وانا معايا وزن الكيان، بسجل الحاجات دي وبعد اعمل حسابيه بطلع منها البلاستيك ليميت. حاصل طرح الليكويد ليميت اطرح منه البلاستيك ليميت بيديني البلاستيك ليميت. وبكده بنكون خلصنا الاختبار الاكل فيرد ليميت. في بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الشريك ليميت، هو حاجه او حد مكمل للحدود ديت اللي هي كلها بيطلق عليها اكل فيرد ليميت. طبعا احنا شفنا مع بعض الجهاز، شفنا مع بعض كل حاجه، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تابعونا دايما على القناه وهتلاقوا باقي الاختبارات كلها في اقرب